ومن آخرة الانتباه نطالع زاوية أما قبل للكاتب الصادق الرزيقي وحملت عنوان قبل فوات الأوان. انتظر الكاتب هذه الزاوية بالتساؤل، كيف سيتعامل السودان ويتعاطى مع التحولات في الإقليم خاصة في منطقة القرن الأفريقي؟ فقد ظلت مؤشرات هذه التحولات والتحالفات تظهر وتتوالى منذ فترة ليست بالقصيرة لإعادة تركيب المنطقة، مضاف إلى ذلك أهداف ومطامع أخرى دهمت هذا المجال الحيوي بسرعة فائقة، حيث تتكالب قوى دولية وإقليمية لتحقيق مصالح واستراتيجيات يجب أن ينتبه إليها السودان ويتعامل معها، ومعرفة ما إذا كانت ضده ليتقي شرورها أو لصالحه ليجني منها ما يريد من ثمار. ويتابع الكاتب: يجب أن لا ننظر إلى ما طرأ على القرن الإفريقي من تحولات بنظرة متعجلة، بل من المفيد ربط ما يجري بجذور الاستراتيجيات الدولية ومراميها وأهدافها القديمة والمتجددة. ويدعو الكاتب إلى قراءة دقيقة لحقيقة إعادة العلاقات الإثيوبية الإريترية بعد خلافات 20 عاما، باعتباره تحولا يعيد توزيع أوراق اللعبة من جديد، فما تم انعكاس لتحول ذي صلة بمرادات دولية أرادت أن تجعل من تغييرات الداخل الإثيوبي قاطرة تجر وراءها عملية ترتيب القرن الأفريقي من جديد. ويمضي الكاتب ليقول: ليكون السودان بعيدا عن حملة إعادة تركيب الجيوسياسي في القرن الأفريقي، فهناك رغبة القوى الدولية المسيطرة على القرار الدولي لصناعة حالة السلام المصنوع لأجل إعداد الواقع الجديد على المنطقة. وينوه الكاتب الصادق الرزيقي إلى أن الأنظار متجهة إلى ممرات التجارة الدولية المائية والتنافس الصيني الأمريكي على القارة السمراء ووجود وكلاء محليين للسياسة الأمريكية، ربما عجل بالحرب الشرسة التي نشهدها الآن للاستثمار في موانئ السودان والساحل الغربي للبحر الأحمر. ويذهب الكاتب إلى أنه من الغفلة أن نظن السودان بعيدا عما سيكون، وقد يكون المستهدف الأول من هذه التحولات نسبة لموقعه ودوره وموارده ومواقفه المعلنة، فليست هناك أي أطراف إقليمية تريد سودانا قويا وفاعلا ومتماسكا وآمنا حسب ما يقول الكاتب، فالكل يريد الاستفادة من هذا البلد في حال بات بلا إرادة أو تم إضعافه لصالح مشروعات سياسية أخرى لا ترغب في السودان كدولة بتوجهاته الحالية. ويختم الكاتب هذا الحديث قائلا: ينبغي أن نفكر بطريقة أكثر عمقا في قراءة ما يجري في إقليمنا وعدم الانشغال بالظواهر القشرية لهذه التحولات، وعلى مراكز البحث والتخطيط الاستراتيجي أن ترفض متخذي القرار لحقيقة ما يدور حولنا قبل فوات الأوان.